مريحه كيف ما قلتي حنا فينا هادشي يعني ما كنديروش ما كنتصنعوش حنا هكا داكشي سبونطاني يعني حنا هذه الطبيعه ديالنا كيفاش كنعيشوا يوميا انا ومريم وعمر رجاء حنا هكا ما عندنا ما نديرو خلقنا الله وعاد اول مره غادي دير شي انترفيو وعاد اليوم يعني نتوما الاولين انا كنبقى انت واخا كنعوج وجهي علاش اختي لا زعما قلت لك عندي شلاغم اصلا ما فيهمش هذاك الشيء يعني كل واحد كيتعامل كيف ما هو انا هكا دافار انا هكا دايره يعني ملي كنعوج وجهي عادي انا مكلفه بالتصرفات هادو هما المقاليف ديالي بعد تبارك الله يدي صغار ما نعاودش نقدر ضربت شي واحد فيهم كنغيبو مات الله يرحمه واش مكلف انا بلا غريمات هادشي انا هو اللي كنعرف ندير صافي والتعواج حنا ما زعما هاد الشهره وهذا الشيء اللي ما حنا ما داخلينش لهذا الشيء حنا باغين حنا تلقينا راسنا الناس كيعرفونا كن صحابنا تشهروا تلقينا راسنا حتى حنا معاهم معروفين دونك حنا ما قريت التياتر انا ولكن زعما ما هاد الشيء ماشي درته زعما عن دماغي وباغه كان بلاني ليه وداك الشيء لا انا تلقيت راسي هاد الشيء دونك الا جا مرحبا الا ما جاش راه عادي بزاف سورتو انا شنو واش تقدري تقولي لنا الاسماء شنو لا انا ما نقدرش نقول لكم الاسماء ميمام حيت انا ملي كنطلع مع صحابي كنطلع حتى هذوك صحابي كنطلع حيت فهمتي ما انا ما صافي نبقى نطلع بزاف الله يجعل البركه وهي حاجه زوينه الناس زعما تكوني كيعجبوك حيت المحبه من عند الله كتجي انت ما كتغني ما ممثله ما والو والناس كيبغيوك راه هذه شي حاجه زعما بحد ذاتها ذاتها زوينه وان شاء الله قريبا نديرو لي فاين انا وماما مريم شوفونا انا وليدي انا وليدي مقاليف الصراحه ديال عمر ورجاء حنا دراوش معاونينهم لا كانت شي حاجه شي فكره شيطانيه وصافي حنا غاديين تنشوفو فينا نوصل